يعني اللي عايز يجي معانا هنعمل حاجز بين الطرفين يا جماعه، هنعمل حاجز بين الطرفين. شوية. احنا موجودين النهارده في ميدان التحرير، انا ومجموعه من النواب دكتور عمرو حمزاوي ودكتور احمد سعيد من المصريين الاحرار، دكتور زياد بهاء الدين من حزب الديمقراطي الاجتماعي، ومعانا عدد من الشخصيات العامه وعدد من شباب الثوره زي وائل غنيم ومحمد دياب وغيرهم. الهدف ان احنا عايزين نزيل يعني الاحتقان الموجود ونعمل هدنه لايقاف الدماء. مش جايين نتكلم باسم الميدان، احنا جايين نتكلم باسم الناس اللي ادتنا اصواتها في الانتخابات، واللي عايزين يعني مسلسل نزيف الدم ده يقف. لكن مش معنى ان احنا عايزين نوقف الدم ان يعني طار الشهداء ودم الناس اللي سال ده هيروح حضر. قبل اي حاجه لازم الناس دي تتحاسب، لازم كل واحد يعني كان سبب ان قطر الدم واحده من المصريين سالت لازم يتحاسب. جمعنا عند مسجد عمر مكرم وانطلقت المبادره بشعارات مختلفه وطلب وقف العنف. اعترضنا في البدايه بعض الغاضبين يعني والمصرين على استمرار الضرب المشترك يعني، وفجاه الناس انا بصيت لقيت نفسي لوحدي في النهايه، الناس بدات تبادر على طلب بعض المتظاهرين ان لازم الجيش يوقف العنف الاول. معظم الموجودين في المبادرة اتجهوا للجيش عشان يكلموه بوقف الضرب، وأعتقد هيبقى في مبادرة تانية يعني في ساعات قادمة لفصل بين المتظاهر بين الصغار وبين الجيش. أعتقد إن في ناس مجروحة ولازم يرفضوا الفكرة ديت.